مجموعه في الطريق ليه وانا معايا فوق؟ والله زي ما انت شايف العربيه عطلانه. اظن متهيالي ان ممكن تشوف لك ميكانيكي او ممكن تركن العربيه على جنب عشان احنا نعدي. ومالك يعني متعصبه كده؟ انا متاسف. طب ممكن حضرتك تشوف لك حد بس يركنها على جنب عشان نعدي؟ حاضر لحظه واحده. اتكم معانا يا اخوانا. أدهم الحمد لله على السلامة يا سيف. خلصت شغلك؟ هسلم مكاني واجيك على طول. هقعد هنا اشرب اي حاجة على حسابك. اضرب ينسون خلاط. مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا. مساء النور. اهلا بيك. صراحة يعني أنا مبسوطة جداً إن الحظ جمعنا تاني علشان أعتذر لك على الموقف السخيف بتاع الصبح. لا ولا حاجة. مفيش حاجة. أعرفك بنفسي، أنا الرائد سيف عبد الجليل من مباحث لوكسور. أهلاً وسهلاً، تشرفنا. أهلاً وسهلاً، الشرف ليانا. وأنا ميسة السلموني، مرشدة سياحية وجاية هنا مع الفوج السياحي الإيطالي. أهلاً وسهلاً، لوكسور نورت. نورة بأهلها. أدهم أخوي بيشتغل هنا، لو احتجتي منه أي حاجة اطلبيها على طول، ما تتردديش. مرسي جدا ليك. طب معلش أنا لازم أمشي بس علشان الفوج مستنيني في الباص. باي باي. مع السلامة، فرصة سعيدة مرة تاني. أنا أسعد. سيف. ايه رحت فين؟ قابلت البنت اللي شفتها الصبح. يا راجل، بنت عصبيه قوي، اتخنقت معايا خناقه وعره قوي. انت ابن حلال يا سيف وتستاهل كل خير. تعرف لو كان في يدها حاجه كانت ممكن تخبطني بيها. ما خبطكش ليه؟ يلا بقول لك خلصت، يلا نمشي. يلا وانا احكي لك في السكه. يلا يا اخويا.